الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أغلق خام البصرة عند التسوية على انخفاض وسجل خسارة أسبوعية أسوة ببقية الخامات من برنت وتكساس الأمريكي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 3.3 دولارات ليصل إلى 70.61 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت نحو 1.89%. فيما أغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض أيضا بلغ 3.03 دولارات ليصل إلى 73.75 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية وصلت إلى 1.82%. أعلنت هيئة النزاهة ضبط عملية اختلاس ل 725 مليون دينار من جراء تلاعب في بيع تصاريح جمركية وإدخال مواد كيميائية دون فحصها في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران في محافظة واسط. وأوضحت النزاهة أن موظفين تلاعبوا في بيع التصاريح الجمركية، مبينة أن مبالغ التصاريح المضبوطة جرى بيعها دون قطع وصولات قبض أصلية، مؤكدة وجود فروقات بين عدد التصاريح الصادرة بموجب المنفذ وبين عدد التصاريح المباعة، حيث بلغ عددها 155 معاملة. أعلنت وزارة التجارة في العراق استيراد 400 ألف طن من محصول الحنطة الأسترالي. وأشارت مديرية تجارة الحبوب إلى أن الحنطة المستوردة تأتي ضمن تعاقد أبرمته وزارة التجارة العام الماضي لشراء 1,200,000 طن من كميات الحنطة المستوردة بسبب النقص الحاصل في السنوات الماضية من محصول الحنطة المحلية، مضيفة أن كميات الحنطة الأسترالية المستوردة سيتم خلطها مع الحنطة المحلية ليتم توزيعها لاحقاً. رجحت جمعية مربي الأسماك في العراق ارتفاع أسعار الأسماك إلى الضعف ونصف الضعف خلال الفترة المقبلة. وأكدت الجمعية أن تناقص المياه المستمر أدى إلى انخفاض إنتاج العراق من الأسماك من 1,000,000 طن سنويا إلى 400,000 طن فقط، مبينة أن سعر الكيلو للسمك سيرتفع ليصل إلى 15,000 دينار. قالت منصة اس اند بي جلوبال أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأ بشكل حاد في شهر حزيران الحالي مع انخفاضه إلى مستوى قريب من الصفر، متأثرا بالصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة. وانخفض مؤشر مديري الشراء المحتسب على أساس استطلاعات شركات إلى 50.3% بعدما كان 52.8% في أيار الماضي، متأثرة بانخفاض قطاع العقارات وهو أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، ما يشير إلى تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي في المنطقة. فيما سجلت فرنسا أضعف أداء لها في منطقة اليورو مع تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات. الآن نلقي نظرة على أسعار العملات والمعادن، وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي لهذا اليوم، نلقاكم على خير في أمان الله.